التخلف. شوفي 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 شو عم تضحكوا علي؟ شوفي ابني شو اللي صار؟ ما فهمت شو هالفيلم اللي عم تعملوه انتو؟ فهموني شوفي مسكت هالعريس الواطي مع هي اللي على اساس بنت خالته مسكتن وهنن عم يحطنوا بعض رح أبرك ولك حقير استنى لا وقف شو عم تساوي قلي شو بدك تعمل نزل مسدسك انت اكيد فهمت الموضوع غلط ما في هيك شيء ابدا شو هو يلي فهمته غلط لك انا شفتهم بعيوني اهدى طول بالك عم بقول لك شفتهم جوا حاضنين بعض يا ربي دخيلك شو هالمصيبه هي نزل سلاحك لو سمحت في حدا بيعمل هيك بيوم عرسه هيك عم تعمل باختي يا واطي رح أبرك بأرضك يا حقير الله يوفقك رح تعمل اهدى لو سمحت نزل سلاحك وخليني بترجعك الله يوفقك نزله وكل شيء بينحل بكفي بكفي بقى وقف الكان ما له ذنب نحن مو متزوجين لا انتوا اللي خليتونا نضطر نكذب لانه بنظركم انتوا مش هنكون وحده شريفه لازم يكون في رجال فوق راسي انا لحد اليوم ما غلطت بشي ابدا ما عملت اي شيء في قلة شرف اخي خرسي انتي ما تخليني اوصك اليك اسكتي لا تعملها ما رح اسكت لا هالمره ما رح اسكت انا ماني غلطانه بشي بس مع هيك دائما عم بدفع الثمن بكفي بقى ريحني وقوصني قوصني اخي انتي لا بترجعكي مدينه بترجعكي هيك انت بترتاح وانا برتاح بعدي 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 وانتي روحي هيك روحي 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 إجا بتقول إنهم عم يتمسخروا علي وأختي عم تشغلني شغل صبي التوصيل طبعا ما في حدا معبرك خيرية المهم صار معي مصاري وإلا كان رح يصير الأسوأ يا وس